ايه يا حبيبتي ايه؟ لكن لا والله مو قصة هيك، شوي جسمي تعبان هيك يعني، والله ما بقدر شوي. ايه ايه لا 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 حبيبتي لا لا والله لا. اخوكي خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة خلاص ماشي ماشي حبيبتي. يلا هلا باي باي، يلا بعد شوي بحكي معك. ماشي يلا. الله لك ابني، لك ابني انت شو صاير لك؟ شو صاير لك يا ابني؟ ليش خير؟ شو صاير لي يعني؟ شو صاير لي؟ لك انت راكد شغلك ومقضيها صرمحه مع رفقاتك صايعين. رفقاتي صايعين؟ لك ايه صايعين؟ لك اللي ما بيشتغل وبيرجع لبيته بنصاص الليالي، شو بتسميه يعني؟ شو بتسميه؟ شو مسميه؟ شو بسميه؟ شو بسميه؟ بسميه معدل واكابر. معدل واكابر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يهديك يا ابني، الله يهديك. شو نعمل هلا هيك؟ ما في مصاري كيف خلص؟ تعال هيك تعال هيك تعال. الو الو، كيفك حبيب قلبي ابو الليل؟ كيفك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ هلا ابو الليل، شو بدي اقول لك، بتقدر تمر لعندي وتجيب لي كيسين من طلبي؟ ايه ليش لا؟ بس المصاري جاهزين؟ والله لسه ما امنتهم يا ابو الليل، يعني يومين ثلاثه ان شاء الله بكونوا عندك. ايه لا حبيبي لا، انت بتعرف كيف اتعامل مع الكل، بس همك من اليمين وبقبض من اليسار. ابو الليل ابو الليل ابو الليل اسمعني، كرمال الله كرمال الله بس اعطيني فرصه كم يوم، والله العظيم حاسس جسمي عم بياكلني اكل، يعني صار وقت جرأتي وما في، والله ما بقي عندي. قلت لك لا، وتاني مرة لا تحاكيني إذا ما كنت جاهز. ألو ألو أبو الليل أبو الليل، الله يلعنك، الله يلعنه سكر، الله يلعنه شو بيحب المصاري. يلا شو العمل الله يلعنه. ما في مصاري، مالي غير أقول أبي. والله اعطيني منك 200 ليرة لازمني ضروري. ليش بدك 200 ليرة؟ يعني هيك اكل شارب نايم وما بتحط شيء بالبيت؟ هلا لا تفتح لي احاديث معتة، بقول لك لازمني ضروري. هلا حديثي انا صار معت؟ ايه معت، لانه طوشت راسي، قوم اشتغل، وين رايح؟ منين جاي؟ ما تدفع شيء من البيت، إيه والله مطوشت. لك انت خوفان عليك وبدي مصلحتك، بكون غلطان يعني؟ ايه غلطان، لاني انا ما بقيت ولد صغير حتى تتحكم فيني. ايه صح كبرت بالعمر، بس لسه عقلك صغير وافعالك كلها بطياشه بطياشه. لك كرمال الله لا سكر لي على الباقي واعطيني 200 ليره كرمال الله. إيه لا ما راح اعطيك، لانه ما بقي مرات بغير 300 ليره ويا دوب يكفونا اكل وشرب لاخر الشهر. لك عم اقول لك بدي 200 ليره ضروري، يعني اهم من اكلك وشربك. ولك ما معي ما معي، لك ما معي، روح اشتغل لك روح اشتغل، انا مالي قاعد لك على بنك. بدك تعطيني، قلت ايه وقلت لا، واذا ما اعطيتك يعني ايش بدك تعمل؟ ايه شو يعني؟ يعني باخذ لحالي. شوف بتروح من وجهي ولا والله العظيم بغضب عليك. بغضب عليك، ولك غضب ما فرقانه معي، ولك ما فرقانه معي. عم ترفع صوتك بوجهي يا قليل ادب، ما عدت صغير حتى خليك تضربني، فهمت ولا لا؟ رح اترك ايدي يا مغضوب، اترك ايدي، رح اتركها، بس اذا مره ثانيه بترفع ايدك علي قسما بالله لا اكسر لك اياها. اضربني يا مهدور ولسه ما شفت شيء. هلا رح اخذ التلفزيون وابيعه. شو ما بدك اعمل. السلام عليكم حجيش. شلونك؟ لك ابني وينك لهلا؟ لك وينك لهلا؟ والله شغل بالي عليك. طيب حجي انت ليش رافع السماعة؟ مشان يعني حط سماعة سكرها ما بتصير مشغول. والله. فكرني انت سكران؟ لا. اسمح لي حجي انا ماني سكران. ماني سكران. انا شربان. أنا بشرب بس ما بسكر، هيك بشرب كثير بس ما بسكر. الله يغضب عليك، الله يغضب عليك، لك أنا هيك ربيتك. إيه علينا لك حجي كرمال الله. الله عرفنا من مدرسة الفضيلة تبعتك، يعني لا تطيل السكرة الله يخليك، لا تطيل السكرة. يلا يلا اصبح ارجع محل كنت، ما بدي ببيتي شخص ما بيخاف من الله مثلك، يلا انقلع. ارجع هيك هون نقلع هون بعد خلينا بقى ندخل لجوا يا زلمه احسن ما يصير شيء ما يعجبك. قلت لك ارجع محل ما كنت سهران وهالبيت ما بقي لك فوتي، فهمت؟ شايف انت مالك بتفهم بالحكي هون. يعني شو بدك تضربني؟ ايه بضربك. يعني ليش لا يعني؟ بدك تضربني يا مغدور؟ ها هتضربني يا حجي، هتضربني. هتضربني، هتضربني حجي، الله يرحمك يا أبي. اللي كنت أعمله معك ابني صار يعمله معي، ابني صار يعمله معي. فعلا الدنيا دين وفاء كما تدين تدان. ألا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما وقل لهما